إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم أوراق منسية. رحلة استكشاف فيما وراء أحداث الفن والأدب وشخوصهما، يصحبكم فيها الدكتور سيد علي إسماعيل، الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان. بسم الله الرحمن الرحيم. في حلقتنا السابقة تحدثنا عن البداية الأولى لفرقة يوسف الخياط، والتي استمرت عدة أشهر فقط في الأسكندرية، ومن ثم توقفت طوال 3 سنوات حتى عادت مرة أخرى في قوة وتألق. وهذه العودة بدأت في فبراير عام 1882، عندما كلفت الجمعية الخيرية الإسرائيلية يوسف الخياط بتكوين فرقة مسرحية وتدريبها على عرض مسرحي لتقديمه في حفل خيري لمساعدة الفقراء تحت رعاية الخديوي توفيق. وهذا العرض سيتم داخل الأوبرا الخديوية بالقاهرة. وتوضيحا لك عزيزي المستمع، أقول إن اسم الجمعية الخيرية الإسرائيلية المقصود به الجمعية اليهودية، حيث إن لفظة إسرائيل كانت تطلق على اليهود في ذلك الوقت. وبالفعل تم عرض مسرحية عفز العهود لفرقة يوسف الخياط بالأوبرا يوم 10 إبريل 1882، كما تم عرض فصل مضحك في نهاية الاحتفال عنوانه لا تنسى أن تقفل الباب. والجدير بالذكر إن نجاح هذا العرض باللغة العربية شجع الصحف بأن تحث الخديوي والحكومة المصرية على الاهتمام بالمسرح العربي، بوصفه تسلية للخواطر ومعلما للناس وناهيا عن المنكرات وآمرا بالحسنات، هذا بالإضافة إلى كونه مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة. هذا النداء لاقى بعض القبول، وبدأ يوسف الخياط تنفيذه عندما طالب الحكومة بعد 2 شهر من نجاح عرضه السابق بأن تساعده بمبلغ 2000 ليرة لتقديم مسرحية عربية في مسرح الكوميدي الفرنسي، فقررت لجنة التياترات بالحكومة مساعدته بهذا المبلغ نظير تقديم عرضين لمسرحيته العربية، حيث إن مسرح الكوميدي الفرنسي يدخل ضمن المسارح الحكومية التي تشرف عليها لجنة التياترات. وبالفعل قدم الخياط مسرحيته هارون الرشيد، وقد حضر الخديوي توفيق مع حاشيته وكبار القوم. وفي العرض الثاني للمسرحية نفسها حضر عبد الله النديم وألقى خطبة حث فيها الجمهور على مساندة هذا المشروع، والمقصود به مشروع المسرح العربي. وبكل أسف لم يستمر المشروع، ولم تستمر فرقة يوسف الخياط، لتتوقف لمدة 2 عامين ثم تعود بتشكيل جديد عام 1884، حيث بدأت عروضها بمسرحية هارون الرشيد أيضا، ولكن على مسرح زيزينيا بالأسكندرية التي واصلت تألقها فيه، فعرضت مسرحيات منها الظلوم والكذوب. ونجاح الفرقة في هذه العروض جعل يوسف الخياط يتنازل عن اسمه، يصبح اسم الفرقة فرقة التشخيص العربي بدلا من فرقة يوسف الخياط، وبدأ في ترويج عروضها مستخدما أسلوب الاشتراكات، أي بيع الاشتراك لكل فرد بحيث يسمح له بمشاهدة 5 مسرحيات متتالية، نظير تخفيض كبير في ثمن التذاكر للمسرحيات نفسها لو بيعت منفردة. ومن هذه المسرحيات كانت مي وهراس وشارلمان والخل الوفي والكذوب. وهذه العروض لاقت نجاحا كبيرا بفضل وجود الشيخ سلام حجازي ممثلا ومغنيا بجانب أفراد الفرقة التي قرأنا أسماءها لأول مرة، ومنهم الخواجة فتح الله الرباوي، والممثلة هلامة بيطار، والخواجة نجيب شكيب، والشيخ مصطفى عارف، ونجيب أنستاس، ونجيب طنوس. وبعد هذا النجاح الكبير، وكالعادة يختفي يوسف الخياط وتتفكك فرقته، ثم يعود بعد 2 عامين من الاختفاء
ليكون فرقة مسرحية جديدة بالمشاركة مع مراد رومانو عام 1886، ويقدم هذا الفريق مسرحيات ناجحة في زيزينيا، منها عايدة وأندروماك وشارلمان. وبعد عام واحد ينفصل الخياط عن رومانو ويشكل فرقة جديدة يجوب بها أقاليم مصر لأول مرة. بعد أن كان نشاطه موزعا بين القاهرة والأسكندرية فقط، حيث وجدناه في يناير 1887 يمثل في الزقازيق عدة مسرحيات، منها عايدة والخل الوفي، حضرها مدير الشرقية وبعض قناصل الدول وأعيان البندر. وبعد عروضي في الزقازيق وجدناه في المنصورة ثم دمياط ثم طنطا، حيث مثل في هذه الأماكن مجموعة مسرحيات من أهمها مسرحياته الجديدة فرسان العرب. وآخر إقليم زاره في هذه الرحلة كان دمنهور، الذي مثل بها 5 عروض بناء على رغبة وجهاء المديرية وأعيانها، وذلك في مايو 1888. وتمر 13 سنة لم نسمع فيها خبرا واحدا عن يوسف الخياط أو نشاطه المسرحي، حتى قرأنا في مجلة الهلال خبر وفاته في إبريل 1900، ونعلم من الخبر أنه مات في منطقة الرمل بالأسكندرية بعد مرض شديد، وأنه شقيق أنطون الخياط المقاول وابن عم خليل باشا الخياط. ومن الغريب بل ومن العجيب أن خبر وفاته نشرته مجلة الهلال، ونشرت معه خبرا عجيبا آخر، وهو خبر وفاة شقيق سليم الخياط، أي أن الشقيقين فارقا الحياة في يوم واحد، أحدهما في الأسكندرية والآخر في المنيا. وهكذا يزدل الستار على فرقة يوسف الخياط التي تعد امتدادا لأول فرقة مسرحية عربية تزور مصر وتدخل فيها المسرح باللغة العربية، وهي فرقة سليم خليل النقاش رائد المسرح العربي في مصر. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أوراق منسية. مع تحيات دكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ بآداب حلوان.